صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: تقدم معنا أن الخلق يتناسلون إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ونسمع في هذه الأزمنة أن بعضهم يقول أن هناك بعض الحيوانات التي انقرضت مثل الديناصور، فهل هذا صحيح؟ من أراد الله أنه ينقرض ينقرض. انقرضت الأمم السابقة، قوم نوح وقوم عاد وقوم هود التي أهلكت انقرضت، ولم يبقى إلا الذين ركبوا في السفينة مع نوح عليه السلام. فمن أراد الله أنه ينقرض ينقرض، نعم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين مسخوا قردة وخنازير من اليهود والنصارى انقطع نسلهم ولم يوجد لهم نسل. نعم.